واحد اليوم توجيهي خاص بالتلاميذ اللي اجتازوا امتحانات البكالوريا ومقبلين على التعليم العالي. كنحاولوا نساعدوهم في البريباراسيون كونكور باش يقدروا يحققوا الاحلام ديالهم ويمشيوا لزيكول اللي هما باغيين يكملوا فيها الدراسات العليا، سواء الميديسين سواء لزيكول دانجينيوري لينسا لينسام ليافي ليزيت اكسيتيرا، سواء لزيكول بيزنس لسكاو لينسجي و لاركتيكتور لينا. حنايا اليوم كيرافقنا واحد الستاف ديال المتخصصين اللي عنده واحد التجربه ديال 15 سنه في هذا الميدان هذا، والحمد لله دائما كتكون نتائج اللي هي مشرفه ومشرفه جدا، كما كنتمنوا تكون حتى هذه السنه هذا لوليداتنا وبنياتنا اللي كيتسناو منا الكثير، وحنا راه الاشاره ديالهم. بالنسبه لهذه المحطه هي محطه جد اساسيه اللي كيكونوا فيها مجموعه من البرامج. اول هذه المحطات هو انه كيحاولوا نلاقيو الوليدات القدام مع هاد الوليدات الجداد اللي ديجا ان شاء الله اليوم غادي ياخذوا البكالوريا ديالهم، الله يسمعهم خبر الخير ان شاء الله، نتمنوا يكون شي نقاط متميزه على اساس كيتلاقاو معاهم باش يحاولوا يشرحوا لهم الصعوبات والاكراهات ويعرفوهم على جل المدارس اللي كاينه باش يساعدوهم يعني في اخذ القرار المناسب، يعني المدرسه اللي غادي من شانها يعني تحقق داك الطموحات والاهداف ديالهم. من جهه اخرى احنا كاساتذه كنحاولوا يعني نوضحوا لهم البرمجه ديال هذه البريباراسيون، يعني المده ديالها وعدد الساعات وكيفاش كنخدموا وشنو المواد اللي كيقراوها، وكل ماده يعني كل شعبه وكل تخصص المواد اللي فيه وعدد الساعات والايام ديال الامتحان. دونك كنحاولوا نعطيهم واحد الفكره عامه على لي كونكور كاملين اللي كاينين. اليوم حضرت لهاد الفوروم دورينتاسيون اللي نظمته مدرسه الاريام سنتر ميثود بلس لفائده طلبه سنه ثانيه بكالوريا باش يعاونوهم، ونتمنى يجيب يكون مفيد، يكون كان مفيد لهم. وكنشكرهم على هذه المبادره حيتاش فعلا كاينين بزاف ديال لي ستوديون دوزيام اني باك اللي ما كيعرفوش شنو هما المدارس اللي كيحلوا، ما كيعرفوش كيفاش يبريباريو لي كونكور. دونك نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى يكون هذا الشيء مفيد. اليوم كنظموا واحد اليوم توجيهي لفائده تلاميذ سنة ثانية بكالوريا باش يعرفوا شنو كيتسناهم بعد البكالوريا وكيفية اجتياز المباريات وطريقة الاستعداد لها بمجموعة من المدارس العليا العمومية. تحضير المباريات عندنا واحد الأقدمية اللي هي لأزيد من 15 سنة، وحنا كنوجهوا تلاميذ ديالنا باش يجتازوا المباريات ويدخلوا للمدارس العليا اللي كيحلموا بها. اليوم كاينين عندنا طلبة اللي كانوا داروا عندنا البريباراسيون ديال الكونكور واللي قدروا أنهم يجيبوا هذوك المدارس العليا اللي كانوا كيحلموا بها، واليوم جاوا باش يتشاركوا ليكسبيريونس ديالهم وليزانفورماسيون ديال ليزيكول سوبيريور بوبليك اللي هما كيقراو فيهم مع التلاميذ اللي كاينين اليوم. وكنتمنى أن هذا اللقاء يستفدوا منه تلاميذ البكالوريا، وكنتمنى لهم التوفيق. مرحبا بكم عندنا في اكيب الاريام اي سونتر ميثود بلوس لتحضير المباريات باش تشازوا هاد المباريات وتجيبوهم وتدخلوا لي زيكول دو ريف ديالكم.